ضمن منافسات الجولة 31 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، استضاف فريق زاخو على ملعبه فريق الشرطة. ومع انطلاق الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 8، استطاع المخضرم على عبد الزهرة وبرأسية متقنة من إحراز هدف التقدم لفريق الشرطة. حاول بعدها أصحاب الأرض والجمهور معادلة الكفة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي هذا الشوط بتقدم الضيوف بهدف وحيد. شوط المباراة الثاني حاول من خلاله لاعبو زاخو تسجيل هدف التعادل، لكن دون جدوى، إذ اصطدمت معظم هجماتهم بجدار الصد الشرطاوي، كذلك هو الحال لمهاجمي الشرطة، فلم يكن لهم دور أيضا في هذا الشوط، واكتفوا بهدف علاء عبد الزهرة الذي انتهى به اللقاء بنتيجة الهدف الواحد. ولتكون هذه المباراة هي أول خسارة لنزار محروس مدرب فريق زاخو. 3 نقاط جدا مهمة، خاصة جت من فريق زاخو، يعني الكل يعرف أنه فريق زاخو دائما ما يكون خصم عنيد في ملعبه، قدموا مستوى جيد، لكن الحمد لله والشكر فريقنا قدر أنه يحقق 3 نقاط، وهذا الأهم بالنسبة لنا. مبروك للجمهور اللي آزرنا صراحة ولجوران زاخو، مباراة صعبة، فريق زاخو فريق يعني صعب ملعبه، قدرنا ناخذ 3 نقاط، عندنا بعد 7 نهائيات، بإذن الله راح نكون إن شاء الله على قد المسؤولون ناخذ هاي 7 مباريات، وما لنا علاقه بالفريق المنافس، اهم شيء احنا ناخذ المباريات والباقي من الله سبحانه وتعالى. اكيد مبروك للشرطه، ما قصروا، يستاهلون. صراحه فريقنا ما اعرف يعني موضوع، ما ادري يعني ما اعرف بعد ثقافه الفوز، ما اعرف شنو موضوعها ويانا. احنا نتحمل مسؤوليه كل هاي الوضعيه كل هاي الفتره. اكيد الفوز يراد له هواي، يراد له هواي، ما يجي بسهوله. بقت هيك الامور، امور صعبه. ان شاء الله نعوض بالجات، ان شاء الله، توفيق للجميع. سرايات العراقية الإخبارية زاخو.